احنا هنايا هذه اليوم الثالث لينا في العراء في الشارع في الزنقه، بهذا المصطلح في الزنقه في الشارع حنايا هذا النهار على حساب النهار ديال الخميس مع العشرة اللي خرجونا بافراغ اللي شردوا لهاد الناس. كيف كتشوفوا هي حالتنا اليوم، بيتين في الشارع بيتين في الزنقه، خوتي مرضوا، ها هي اختي مريضه، مريضه ليا اختي بسبب هذا الشيء، بيتين في الشارع بيتين في الزنقه لحنين الله رحيم. هاد الناس وما داروا فينا، هاد الناس هي الحاله اللي خلونا عليها، داخلين هنا بالعنف وبالقوه وكيخرجوا فينا كيضربوا فينا ومخرجينا الزنقه في الشارع بدون اي حق، بدون اي تعويض، بدون اي حاجه، بدون والو حتى شي حاجه، خارجين بحالك اقسم لك يمينا اخويا حتى الحوايج حوايجنا داوهم لينا ما خلونا. هاد الشيء انا لابسه من نهار الخميس، هاد الشيء باش مخرجين اللي باقين به حنايا، هاد الحاله هي اللي باش مخرجين، خلونا في الشارع، خلونا في الزنقه، حيدوا لنا البراكه اللي كانت عندنا وما عوضوناش، ما عطاوناش سكن اخر، باغيين يدوزوا الطريق. تهيئوا زنقات على دموعنا، على التشريد ديالنا، على التضيع ديالنا، على الضياع ديالنا، على ضياعنا في قرايتنا. ما مشيتش انا من هاد الايام كلها اللي في سميتو اللي في هاد الحاله حنايا ما مشيتش نقرا، كضيعت فروضي، عندي سيزيام اني هاد العام، عندي في اخر سنه عندي الجهاوي، ما راجعت الفروضي، ما مشيتش، ما حضرتش اليوم، ضيعوني اخويا، ضيعوني في قرايتي، ما خلوناش نقرا وحنا مشردين في الزنقه. دابا هادي هي حالتنا، دابا هادي هي الحاله ديالنا. كنطالبوا من المحسنين ومن جلاله الملك محمد السادس الله ينصره، يشوف من حالنا، يشوف من حال الشعب ديالو اللي كيضيع، اللي كيضيع في بلاده، اللي كيضيع في بلاده. شوف شنو ذنبها، شنو ذنب الطفله في السنين، سنين عباد الله وانت مخرجه للزنقه وانتم مشردينها، ما شفت لا راحه لا والو. شوف اش شفتوا في السنين، اش شفتوا في السنين، شنو غتقول ملي تكون عندها 18 عام، شنو غتقول ملي تعرف باللي فاقت وهي في الشارع وهي في الزنقه وتربت في الزنقه، شنو غيكون مصيرنا حنايا، شنو مصيرنا، شنو مصيرنا، شنو حقنا، شنو حقنا، فيما مشينا كيقولوا لنا ما عندكمش الحق، فيما طلعنا يقولوا لنا ما عندكمش الحق، فين هو حقي انا، فين هو حقي في السكن، فين هو حقي في العيش الكريم، فين هو حقي كداعي بلي كاينين حقوق الانسان ما شفنا والو، كداعي بلي كاينين حقوق المراه ما شفنا والو، كداعي بلي كتحاربوا التحرش وحنا فيه، حنا فيه عباد الله. دخلت عليك بوجه الله مع انصاصات الليل وانا في الشارع، انا ب 16 اونز، عندي اختي حتى هي عندها 15 اونز، وكاينه اختي سنين، سنين وحنا في الشارع في الزنقه مع انصاصات الليل، مع انصاصات الليل بنات في الشارع. واش دخلت عليك بوجه الله، واش حنا دابا ما غاديش نتعرضوا للتحرش، واش ما غاديش نتعرضوا للاغتصاب، واش ما غاديش نتعرضوا لبزاف د الحوايج خايبين، خرجوا علينا، خرجوا علينا، ضيعونا، ضيعونا هاد الناس، الله ياخذ فيهم الحق. ساكنين حنا دابا تقريبا طلعنا في سبع سنين حنا ساكنين في هاد الدار، سبع سنوات من 2000 من الاول ديال 2013 حنا ساكنين، وهاد المحل قديم اللي كتشوف ماشي جديد ولا سميتو قديم، كان فيه خويا قبل منا حنايا، كان فيه خويا جينا ملي جينا عطا علينا، حيت انا ما عنديش وانا مره وخمسه الوليدات خلاهم ليا راجلي ومشى خلاهم ليا، وجيت سكنت في هذا المحل استقرت فيه، صوبوا ليا فيه لاكارت وزوعني شهاده السكنه، وعنده كل شيء، عندي لاكارت ديال ولدي، صوبت لولدي لاكارت كل شيء. وهاد الناس ملي سميتو جاو لينا ودفعونا المحكمه، هاد الناس اللي باغيين يدوزوا الطريق دفعونا المحكمه باش يدوزوا الطريق لحنا في الشارع، جا اللي حكموا لنا المحكمه بافراغ وجو النهار سميتو هذا ثلاث ايام دابا النهار، جاو ريبوا لنا محالنا وداو لنا حوايجنا ولوحونا في الشارع ومشاو، ما تقولش شي واحد سول فينا ولا سميتو سوق لنا ولا سميتو. هذا الشيء ما خصوش يكون، باغيين يوجدوا يصوبوا الزناته، باغيين يديروا شي حاجه، ما حنا ما حبسوا حتى شي حاجه، حنا ما شدوا بها شي حاجه سميتو، بغينا حتى حنا بغينا هذه البلاصه تكون مزيانه وتكون مدينه زناته، ولكن ماشي على الدموع ديالنا والتشرد ديال بلاتي وولادي في الشارع. حنا نشوف، انا نشوف بناتي كيضيعوا عليا قدام عينيا. نعيش اليوم على وضع كارثي، حاله اجتماعيه فقط التصورات، هي حالة تلخص منظور الحلول التي تبدعها السلطات اليوم، حلول تغيب مقاربة تشاركية، حلول كنا نعلم مسبقا أننا سنصطدم بمثل هذه الوقائع وهذه الكوارث الإنسانية، لأن الخطأ كان خطأ جسيما منذ البداية، وتكب حين تم إقصاء النخب السياسية، إقصاء المجتمع المدني، إقصاء المجلس الجماعي في اتخاذ الحلول الناجعة. مثل هذه الحلول، مثل هذه الحلول اعتبرها حلول امنيه، هذا حل امني، يعني هذا دائما يعود بنا الى زمن سنوات الجمر والرصاص. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.